دلوقتي خلينا نروح نصبح على لميا حمدين، نتعرف منها على آخر أخبار الطقس والمرور في القاهرة والمحافظات. صباح الخير عليك يا لميا. صباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الخير عليك يا شاذلي، وصباح الخير. صباح الخير عليك يا لميا. شايف في أمطار كده الصبح، في إيه؟ في أمطار وفي حرارة زيادة النهاردة شوية، واحتمال يكون في عاصفة ترابية، فهنتابع النهاردة. الأول هنتابع المرور وبعد كده هنشوف الطقس. وصباح عليكم مشاهدينا في كل مكان، وخلونا نستعرض مع بعض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر، وخلونا نبدأ جولتنا من القاهرة وبالتحديد من ميدان العتبة، وهنفضل ماشيين وناخد طريق شارع الجيش. هناك هنلاحظ ان في كثافات نسبيه لحد شارع بورسعيد، شويه بشويه الطريق هتقل فيه الكثافات، وهنفضل في طريقنا لحد ما نوصل لمنطقه الظهر، وهناك في بعض الكثافات المروريه لكنها متقطعه وممتده لحد الشوارع المؤديه لشارع رمسيس، واللي بيشهد في الوقت الحالي كثافات مروريه واصله وممتده لحد مسجد النور في العباسيه. هناخد طريق كوبري اكتوبر اللي بيشهد كثافات مروريه نسبيه للسيارات امام اللي جاي من الجيزه وفي اتجاهه لمناطق وسط البلد. في كثافات تانية في الاتجاه العكسي، ونفس الموضوع اللي جاي من ميدان التحرير ورايح لمدينة نصر ومحور النصر. نفق الأزهر بيشهد ظهور تباطؤ بسيط في حركة مرور السيارات للي جاي من صلاح سالم وميدان الأوبرا أو العكس. هنروح لحلوان ونبدأ جولتنا المرورية من هناك، ومن التحديد من كوبري النيل اللي بيشهد سيولة مرورية في الوقت الحالي. هنفضل ماشيين لحد ما نوصل لمسجد المشير، هناك هنلاقي كثافات نسبية ومكملة معانا لحد الكورنيش ووصلة لحد طريق القاهرة الوسطى. لو فضلنا مكملين على نفس الطريق هنلاقي الكثافات بتبدأ تقل تدريجيا، لكن هترجع تاني بمجرد وصولنا لطريق حلوان الكريمات. نكمل جولتنا في شوارع الجيزة، وبتظهر كثافات مرورية في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان بالقرب من محطة المترو وجامعة القاهرة، بدءا من نزلة كوبري فيصل كمان حتى شارع التحرير. وظهرت بعض الكثافات على كوبري الجامعة، وفي كمان كثافات بسيطة على كوبري 15 مايو للمتجه للمهندسين، وده بسبب أعمال التوسعة، لكن لو رحنا المحور صفت بيشهد كثافات مرورية بتزيد قبل إشارة جامعة القاهرة. وشارع الهرم بدأت تظهر عليه بعض الكثافات المرورية، وده نتيجة التحويلات اللي هناك. كمان هناخد بالنا من غلق الطريق الدائري القادم من أكتوبر، ولازم الاتجاه من نفق حازم حسن لمحور 26 يوليو أو محور رود الفرج، وده كبديل للطريق أمام القادم من طريق الواحات، وهيفضل أو يفضل الطريق السياحي الجديد. هنروح دلوقتي في الإسماعيلية، هنلاقي طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيوصل بين الجامعة والإستاد ومجمع المحاكم في سيولة مرورية، ما عدا بعض الكثافات المتحركة واللي مش بتأثر على حركة الطريق. أما المتجه لبورسعيد ففي سيولة مرورية في طريق الإسماعيلية في بورسعيد. هنلاقي كمان سيولة مرورية كبيرة وخاصة على الطريق الدائري حوالين مدينة الإسماعيلية. في محافظة سوهاج واللي هنبدأ فيها من محطة قطر سوهاج، واللي هناك الطريق عندها بيشهد كثافات نسبية. لو مشينا كمان وشفنا طريق عبد المنعم رياض اللي بيربط عدة طرق رئيسية في سيولة مرورية. كمان في بعض الكثافات المرورية على نهر النيل، وكمان الطريق المؤدي للجامعة هناك. في كمان كثافات نسبية وكثافات نسبية كبيرة عند مستشفى الجامعة أو جامعة سوهاج، وكمان في كثافات مرورية بسيطة بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. كده خلصت جولتنا المرورية، وخلونا نبتدي مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة. النهاردة الطقس هيكون شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، كمان في نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، وهتكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة والطرق الصحراوية من القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد، هتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية، وممكن الرياح دي تصل لحد العاصفة على مناطق من شمال ووسط الصعيد وخليج السويس ومحافظة البحر الأحمر والصحراء الغربية، وده هيكون على فترات متقطعة. كمان النهاردة في فرصة لسقوط أمطار خفيفة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ومنطقة خليج السويس وسيناء، وهتؤدي أو قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى، هيكون برضو على فترات متقطعة. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 36 درجة، وأعلى درجة حرارة في أسوان 44 درجة، أقل درجة حرارة هتكون في مطروح 26 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية.